بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في المناطق الجنوبية من إسرائيل، ووصل القطار محطة سديروت من تل أبيب لأول مرة منذ 30 يوماً. أمضى بعض المسافرين أيام الحرب لدى أقارب أو أصدقاء في مناطق لم تصلها الصواريخ. مشاعرنا مختلطة، لكننا فرحون بالعودة، ونحن نؤمن بأن الله سيساعدنا، فقد مررنا بالكثير من المعجزات خلال التاريخ. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين بأن وقف إطلاق النار لثلاثة أيام لا يعني بالضرورة نهاية الحرب، بدا من الواضح أن الإسرائيليين يدركون أن انسحاب جيشهم من غزة وإعلان تحقيق جزء كبير من الأهداف التي حددتها الحكومة هو إعلان مبطن لنهاية الحرب. أحد استطلاعات الرأي أظهر أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لم تحقق كل الأهداف، خاصة على صعيد تدمير الأنفاق والبنية الأساسية لحماس. في الاستطلاع ذاته يقول 51% من المشاركين إن ما من طرف حقق انتصارا في هذه الحرب. هناك شعور بتفويت الفرصة، فقادة حماس خرجوا وأعلنوا الانتصار وبدأوا بالتوعد والتهديد، وذلك سيوصلنا إلى مزيد من جولات العنف والحروب ولسنا بحاجة لذلك. كان يجب محو غزة، ولو كنت مكان رئيس الوزراء لفعلت ذلك، لكن ليس بمقدورنا فعل شيء، فلدينا دولة مترددة، لكننا نتعامل مع الواقع. شعور الإسرائيليين بما يسمونه تفويت الجيش الفرصة لتحقيق انتصار واضح لم يؤثر حتى الآن في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، لكن شروط الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في محادثات القاهرة ومن بعدها الوقائع على الأرض كفيلة بتغيير المشهد. نهاية الحرب هي بداية لمرحلة جديدة أساسها الاتهامات المتبادلة والحسابات الداخلية، ولا يستبعد أن تطالب أصوات بتشكيل لجنة رسمية لتقصي حقائق الحرب. شيرين يونس، سكاي نيوز، ديروت.